تدخل يا عم. كويس أوي إن كل الناس موجودة هنا علشان الكلام قدامكم كلكم. لا والله. طب ما ترمي السلام الأول. هو أنت هدخل على أهل قريش؟ هو إحنا كنا نايمين في حضنك إمبارح؟ ازيك يا إيه؟ 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 مش عارف. تعالى كمان. هو في إيه يا إيهاب بالظبط؟ مالك يا أخويا داخل كده قافل وشك علينا كأنك ظابط مباحث وداخل تفتشنا وتطلع من جيوبنا مخدرات؟ صحيح يا ابني في إيه؟ ما تستهدى بالله كده وتقعد جنب إخواتك. ازاي يا بني ادم انت تمرمط اختي بالطريقه دي؟ خلاص مفيش دم. ايه ده ايه ده ايه ده بس يا ايهاب؟ ايه ده ايه يوسف عمل ايه؟ ما تقول لهم عملت ايه ولا مفيش احساس خالص انت عملت حاجه. ما تقول. ما تتكلم يا واد. عملت ايه؟ البيه مجرجرها وراه بيعرفها على الناس الزباله اللي هو بيشتغل معاهم على انها خطيبته عشان يغيظ واحده صاحبته كانها شغلنا في ايديه. المفروض يا استاذ كمال لما اسمع الكلام ده اكون هادي ولا اعمل ايه؟ صحيح الكلام ده يا يوسف؟ ما تنطق يا واد. عملت ولا ما عملتش؟ ايه اتخرست؟ ما تنطق يا ابني قبل ما افقد اعصابي على الراجل ده. على فكره يا ايهاب من غير ما تزعق انا ما كنتش بضحك على مروه. انا فعلا عايز اخطبها اهو. طيب لما انت عاوز تخطبها مش ليها اهل؟ فاتحهم او فاتحها هي ولا اي كلام وخلاص؟ ما تهدى علينا شويه يا ايهاب. في ايه؟ ما هو قال لك اهو انه عايز يخطبها. خلاص فين المشكله؟ ليه لوكلوك بقى؟ خلاص يا داليا ما حدش يتكلم بالنيابه عني. انت عندك حق وانا اسف يا سيدي. وعلى فكره لما قلت عليها ان هي خطيبتي كنت بس عايز اخلص من موقف سخيف مش اكتر. انا كده فهمت. يبقى انت عملت كده عشان تخلص من البنت اللي كانت لازقه لك صح؟ خلاص يا منيره ما حدش يتكلم بقى بعد اذنكم. حاضر. انا يا سيدي اللي عكيت الدنيا واديني اهو بقول لك قدام الكل انا عايز اخطبها. وعلى فكره مش عشان اصلح الموقف بالعكس. ها هتجوزها لي بقى؟ بيت عمك موجود يبقى تعالى اطلب ايديها منه. كده صح. جرى ايه؟ ايه يا ايهاب؟ عندنا فرح والواد هيخطب البت. ما زغرتش كمان ولا ايه؟ زغرت يا منيره اهو. زغرت يا ماما. زغرت يا بت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا ولازمته ايه السلام اللي في الاخر ده؟ ما هو ما كانش موجود في الاول. هو هيخطب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش برضه انت قريب الجماعه؟ الحاج خالد مش كده؟ ايوه انا الحاج خالد وانت ابن الحاج حسن رحمه الله عليه. الله يرحمك يا حاج حسن. والله كان اطيب الناس. الحاج حسن حي يرزق الحمد لله وبصحه جيده. انا ابن ايهاب. يا راجل مؤاخذه ايهاب بيه معلش بقى يعني انت عارف بقى الواحد نفوخ و... ولا يهمك. مفهوم مفهوم. سلام عليكم. ما نشرب مع بعض كده كوبايتين شاي وندردش شويه. الجهات اكتر من رايحات. اكيد هنتقابل تاني وكتير كمان. سلام عليكم. جات عيد لي يجمعني بأمك مرة تانية. يا عرينا. بص هي مروة كويسة طبعا بس هو إيهاب مش سهل. إيهاب ده هو اللي هيبقى حماك مش عمك حسن. مش هيبقى حماك بس، ده هيبقى حماك وحماتك. مزدوج يعني؟ بالظبط. أنا مش فاهمة. أنت ليه بتقول له كده؟ شايفة يا ماما؟ عايز يعقد يوسف. ده إحنا ما صدقنا إنه خد قرار إنه يخطب وهيتجوز. ويتعقد ليه؟ إيهاب ابن حلال. غيرش بس يعني هو عصبي شوية. بس الحقيقة إن هو كده طول عمره. يعني مش قاصد شر. هو الجواز كله كده تدبيسه حاجة. بتضحك على ايه؟ زي ما كمال قال ايهاب طيب ربنا قويك بقى على حماتك.
بس طالما المأذون كتب تبقى لبست يا نجم. ربنا معاك. هو ايه اللي لبست وايه اللي مزدوج؟ ما تفككوا مني شويه ويا ريت نغير الموضوع. هو انت كنت عاوزنا في ايه يا عم خالد؟ انا عايزكوا في موضوع مهم. عايزكوا في موضوع هيشقلب حياتكوا رأسا على عقب. عشان كده قلت الرجاله ما يجيبوش نسوانهم وللستات ما يجيبوش رجالتهم، لان الموضوع يخصكم انتوا كده على بعضكم ولاد الحاجه صفيه. لا والله. طب بالنسبه للحزوره اللي انت معايشنا فيها دي ايه؟ عروستي؟ على فكره يا باشمهندس انا بتكلم جد ما بهزرش. طب ما بلاش جو التشويق والاثاره اللي انت عامله لنا ده بقى يا حاج خالد، وتجيب من الاخر عشان تريحنا. ماشي نجيب من الاخر. الارض بتاعت الكليه بتاع الاسماعيليه. انا قلتش حاجه؟ عمال يلف ويدور من الصبح عشان يجيب سيره ارض الاسماعيليه. انا قلتلكوا هو جاي عشان يجمعنا عشان الارض بتاعت الاسماعيليه. خلاص خلصت كلامك؟ لا لسه ما خلصتش. يكون في علمك بقى الارض دي احنا ورثينها عن ابونا ومش هنفرط فيها ابدا طول ما احنا عايشين. الارض دي احنا اتولدنا لقيناها ملكنا بتاعتنا، كلنا من خيرها، فتحت بيوت ناس كتير وفتحت بيوتنا وربتنا كلنا رجالة وستات. تقوم الست مراتك جاية تضحك علينا احنا وتقول اشتري منها حتة واعملها مزرعة عشان تريح مزاجها لما تبقى متعكرة. إلهي ما ترتاح لدنيا ولا آخرة البعيدة، إلهي ما تشوف راحة أبدا طول ما هي عايشة وحرق دمي كده اهو. عايزة تقولي حاجة تانية؟ لا بس عشان تبقى فاهم، أنا كبيرة إخواتي وليا كلمة عليهم. أنا آسفة يا ماما، يعني ربنا يديك الصحة وطولة العمر. أصل هما وعدوني إن لو جالهم حتى فلوس قد إيه محدش فيهم هيبيع ولا حد هيمضي، مش كده؟ إحنا ما وعدناكيش على فكرة خالص. ما وعدناش، وعدنا حد. ممكن بقى تهدي وتسمع الكلمتين اللي هيتقالوا؟ أنا فعلا جاي عشان بعت الأرض، والأرض كلها مش حتة صغيرة منها، وشريفة مش هي اللي هتشتري. اللي هشتري يا جماعة مستثمرين كبار قوي عايزين حتة الأرض دي بالذات، هم عايزين يعملوا مشاريع عليها. اسمع عن تخطيط بتاع إقليم قناة السويس، مشاريع في المنطقة دي، لا أنا ولا أنتوا يفهم الناس دي بتفكر في إيه. أيوة أيوة أيوة، ودينا وجبنا وبعنا واشترينا، ما احنا متعودين منك على كده يا حاج خالد. ما تسكتي بقى يا منيرة، خلينا نفهم. انت قصدك يا خالد ان الارض دي هتتباع لانها مش ارض زراعية؟ يعني بالمتر مش بالفدان؟ اسلم فمك يا دكتورة واسلم العلام اللي اتعلمتيه، هو ده الكلام. تعرفين يا جماعة الارض دي هتدفع فيها كام؟ هيدفع فيها 300 مليون جنيه. بص يا عم خالد، اظن واضح على الناس اللي انت شايفهم دول ان هم فيهم اللي مكفيهم. انا شخصيا جاي هنا النهارده وانا شايل هم الدنيا والاخره على كتافي. يعني زي ما هو باين كده واضح لحضرتك ان القعده بقى مش طالبه نكت بايخه وهزار وفاهم طبعا. لمؤاخذه يعني اللي انت عايزه قوله على طول دغري وجد، عشان احنا فينا اللي مكفينا وكل واحد مننا عايز يقوم يشوف مصلحته. فارجوك يا عم خالد. وانا يعني ما عنديش مصالح حاجه يا استاذ كمال ولا ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. فين يا حاج المصحف اللي انت بتقري فيه؟ اهو يا ابني. ماشي ثانيه واحده. اهو بيني وبينكو كتاب ربنا، حاطط القرآن ده على عينيا، حاطط القرآن ده على عينيا. الأرض بتاعتكم بتاعت الإسماعيلية جايبة 300 مليون جنيه. إيه؟ أنت حلفت على المصحف يا خالد؟ أيوة يا حاجة، وحلفانة اتحاسب عليه. بس المبلغ اللي أنت بتقول عليه ده كبير أوي أوي.
300 مليون؟ توبها كده يا حاج، يعني مؤاخذة اضحك عليكم واقول لكم الارض جايبه 30 مليون وهدب الباقي في جيبي حرام. خالد هو انت بتتكلم بجد ولا ايه؟ ايه يا جدعان؟ اقسم بالله دماغي لفت. عذرك يا باشمهندس، فعلا هي حاجه تلف الدماغ، بس هنقول يا جدعان رب العباد بقى اذا وهب. يا منيره لسه برضو مش هتبيع الارض بتاعت ابوكي؟ انا مش عارفه ماما، هما 300 مليون دول يطلعوا يعني يطلعوا قد ايه؟ خلي عنك يا حاج، انا اقول لها يطلعوا كتير قوي منيره، يعني انت كلك على بعض كده بهيئتك كده نصيبك يعني كده بامر الله حوالي 29 مليون جنيه. ايه؟ ايه؟ يعني نصيب البنت مننا هيبقى 29 مليون؟ قولي ان شاء الله. وكل ذكر فيكو ايوه 57 مليون جنيه. أستاذ عريس، طب لا مؤاخذة يا عم خالد، بس يعني هو أنت عرفت الموضوع ده منين؟ وإشمعنى جه عن طريقك أنت بالذات؟ يعني لو الموضوع ده بجد أكيد كل الناس اللي في البلد هتبقى عارفة، الموضوع هيسمع يعني، فهنعرف عن طريق حد منهم. عندك حق، الموضوع فعلا لو كان اتعرف في البلد كان قلب الدنيا، بس أنا بقى جبت الموضوع ده من فوق، فوق قوي، والناس مهمة يعني. الحكومة نفسها حتى لسه ما طلعتش قرار رسمي بالكلام ده. وانت بقى يا خالد جبت المعلومة دي من فوق مش كده؟ تخيل يا دكتورة العبد لله ده اللي جاب المعلومة دي. سألوني بقى حظ حلو ان انا معايا محامي تقيل بيعرف الناس الكبيرة، وهم هماهم نفس الناس اللي عايزة تشتري الارض وجاهزين بال 300 مليون. ارزاق بقى هنقولي اعمل حسابكم يا جماعة، المحامي ده ان شاء الله لما خلص المصلحة اكيد هيعوركم في نسبة عالية قوي، بس حقه حقه. بقول لك يا حاجه، ده كارت بتاع شاكر درغام المحامي، اسمه وعنوان ورقم تليفونه في الكارت، عايزك بكره الصبح ان شاء الله كده بعد ما تفطري وتغيري ريقك تاخد كده مؤاخذه ولادك وتطلع على الشهر العقاري تعملي توكيل خاص لبيع الارض باسم شاكر درغام، وبعد ما تعملوا الكلام ده تكلموني عشان احدد لكم ميعاد معاه وتقابلوه. حد عايز يقول حاجه تانيه؟ شكله كده مفيش. السلام عليكم.